احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن بخدمة غروب عيد تجلي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وبهذه المناسبة رأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة قداسا إلهيا في كنيسة تجلي المخلص وسط العاصمة عمان. وفي عظة القداس أشار سيادته إلى أننا نحتفل بهذا العيد في الكنيسة المباركة التي تحمل اسم هذا الحدث العظيم، لافتا إلى أن التجلي هو حدث شخصي لكل مؤمن حتى ينتقل من حالة الفساد إلى حالة النعمة والنقاوة. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. أبنائي، حبيت في هاي الأمسية أكون معكم بعيدكم، أنتوا الإخوة الأحبة الأهل، أنتوا اللي موجودين في هاي المنطقة المهمة بالعاصمة عمان. اجيت حتى أحكي لكم إني بحبكم وإني حابب هاي السنة كمان أكون معكم في كنيسة المخلص باحتفالكم بعيد التجلي بكل ما يحمل هذا العيد من معنى عميق وروحي اللي ربنا منطلب إنه يعطينا نعمته حتى نقدر نحن كمان إنه يكون تجلي في حياتنا. ربنا أبنائي يحميكم ويعطيكم كل نعمة وبركة من لدنه حتى نقدر نتخطى كل المصاعب، الضيقات، الشدائد، الأمراض وكل شيء من مرفي. وحبيت اليوم وأنا أعيدكم أطلب من أمنا الفائقة القداسة اللي هي بعنايتها بحمايتها تظل لكم مع جميع القديسين. كل سنة وأنتم سالمين أبنائي. بكرة زي ما بتعرفوا نحن مع بعض برضو موجودين بالقداس الإلهي اللي رح نكون هون في الكنيسة وأنا معكم حتى نقدر كمان نحتفل بعيد الكنيسة وبعيد الرعية. وربنا يعطيكم دائما إنكم تقدروا تحيوا هاي الاحتفالات الروحية بكل معانيها اللي بتحملها ونعكسها على حياتنا الروحية حتى دائما ربنا يتمجد في كل واحد فيكم. ربنا يكون معكم وكل سنة وانتم بخير، نعمة وبركة وصحة وعافية.